البروجي تاعنا هو ان شاء الله باش نعملوا اول طياره تونسيه كونستركسيون 100% تونسيه الكولابوراسيون افيك دي ليكول لونيفرسيتي تونسيان ليكول دانجينيور انيزو سورتو لنيم لنيس سونتر دو بوا دو مستير الطياره هذيا شرينا البلان فرونسي ان شاء الله باش نصنعوها في تونس 100% تونسيه اللي فيت اون بوا recouvert par du fibre de carbone, fibre de verre, composite. Terre à dire, tu me 4000 km, celle qui est 3,5 litres par 100 km. Inch'Allah, je confère à le Tunis, il est temps de voler, c'est Tunis. اسي واحد يحلم وكل شيء ونتنصع ونجم وكل شيء لازم نبداو لازم يجي وقت ونبداو نطيروا طيارات دونك تمينا كات خاصوسي توانسا جاونا دي فرانسيس حبوا يدخلوا معنا في الانفستيسمون قلنا لهم لا يزي مال فرانسيس باش يجي نهار يعني يهز المصنع كله يهز البرازيل ولا يهز المغرب لا نو افون غوفيزي قلنا لازم يكون الانفستيسمون كله تونسي والفابريكاسيون كلها تونسيه باي دي تونسيه كومبيتونس توانسا هذه طيارتنا غروسو مودو لي بيرفورمانس ما شاء الله يعني تبيعوها لجماعة الوزير التوريزم لاجريكولتور الفقاتو ان شاء الله غروسو مودو الطيارة صح هذا موتور نتاع كهرباء اكس ديزل باش عملنا له ادابتاسيون عملنا له الاجمون وادابتاسيون باش وردناه يركب على طياره يو ال ام دو بلاس فهمني هذا الاجمون تاع السيبور موتور سيبور موتور نقصنا فيه تاع البومبا او انا سيبور تاع البومب دانجيكسيون ونقصنا في البلوك عملنا له الاجمون زاد نقصنا له البوان تاعو كيف كيف الدمارور وحضرنا له لومبلاسمون في الفولون موتور تاع الريدكتور اللي باش يركب فيه ليليس حاولنا الماكسيموم انه يكون البوان نتاعو بلو ليجي وحاجه افيكاس ورونتابل حاجه معناها مزيانه برشا ان شاء الله الامان على ربي عندنا لهنا دونك بياسات كما تراو فيهم بالكومبوزيت صنع محلي معناها قلنا سيستير يكون صنع محلي عندنا الليس لهنا مصنوعه في سنتر دو بوا نتاع المستير بيغمون تونيزيان زاده شنو اخر ابار الليس عندنا toutes les pièces معناها اصرينا انه يكونوا مصنوعين les pièces sont composites matériaux composites يكونوا مصنوعين اصرينا يكونوا مصنوعين عندنا هنا صنع محلي ديجا هذيك البوليتيك نتاع البروجي كله يكون بروجي ناسيونال موبيليزي افكتيف تونسي يعني كفاءه تونسيه 100% وما شاء الله معناها قاعدين نخدموا بليزيور بارتي فابريكاسيون تاع الستركتور كل في تونس لي بيس يعني ميكانيك كل في تونس وانا انسيست انه نديفلوبيو الدومين هذا ونقدمو في تونس اكثر باش يتطور الدومين الايرونيتيك في تونس وان شاء الله نراو اول طياره تونسيه يعني عليها جلال تهز برشا بلايص يعني 20 و 100 و 500 بلاص وهذاك ديما ديبو اهم حاجه اهم حاجه ان نقدموا في تونس ونعقد ندخلوا تونس في اللي تكنولوجيا هذوما اللي في التكنولوجيا واللي هو التكنولوجي ونمتريزيو كل ما هو يعني ماك تعرف انه الايرونوتيك والطيران اذا توصل متريزيه راك متريزيت اللي تكنولوجي كله هذه اول حاجه يوفر كما نقولوا يتقدم برشا عباد يقدم بالبلاد ويعطي قيمه للبلاد يعطي قيمه لتونس كي تقول هنا في بلاد تصنع طيارات مش كما تقول هنا في بلاد يعني تورستيك وغيره وماش اكثر يعني افكتيف اثرنا كل راس مال تونسي الافكتيف تونسي صنع تونسي ونخدموا ايكيبات يعني متعدده ايكيبات تخدم في الميكانيك ايكيبات في الكومبوزيت هذا كما تراو يكون كومبوزيت 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 زاده بوا رونفورسي بالكومبوزيت هذوما لي ديفيرون كومبوزيت استعملوه فما ستركتور زاده على الكومبوزيت ونخدموا اوكي صحه عايشه
اسمي محمد امين بوعليق انجينيور ميكاترونيك ان دوزيام اني نقرا في لينيسو سو سا في الكادر تاع البروجي في اوكسجين معناتها نحن حابين معناتها نعملوا الطياره نبداوها من بلونش الناس نوعها كل شيء تعرضنا معناتها لبرشا برشا سيرتو مثل من لابروفيزيونمون باش ناخذوا لي ماتريال باش ناخذوا لي ماتيير اللي حاجتنا بهم سيرتو اللي هما افونسي برشا في الايرونوتيك يعني جو سيت الالومنيوم 4 جي Oui, il y a des problèmes de diwan, surtout par rapport aux composites, les matériaux composites, etc. Il y a vraiment des problèmes de diwan, il y a des problèmes de diwan, il y a des problèmes de diwan, il y a des problèmes de تراخيص تراخيص فما تراخيص مثل اللي هما معناتها مال بهم هذوكم لقيناهم بسهوله ولكن الحاجات الجدد خدنا احنا السيكتور نتاعنا جديد 100% يعني الحاجات الجديده كيما معناتها عندنا بزوان ساعات بالاسيد حابين عندنا ماتيير باش نعملوها معناتها اوبيراسيون حاجتنا بالاسيد ما نجموش ناخذوها خاطر فما بوكو دوتوريزاسيون ما نجموش نحصلوا عليهم نحن توا معناتها في فيد كيما نقولوا نحن فيد ريغلومونتير سان فيد جوريديك يعني ما فماش انستونس كل هذا يتعمل هذا لا فدي مشكله يعني حاجه انوفونت حاجه جديده انوفونت ما نجموش نعاونوها هذا كله خاطر القوانين ما تبدلتش يعني ديوان ديوان الطيران المدني عاونوكم ولا دي جي اس الحق باش نقول لكم الحق ما عاوناش ما كانش معناتها ما كانش مساوي اللي كنا نصوروا به خاطرنا حابين نطلعوا بالدين حابين نطلعوا بحاجه جديده دي جي اس ما كانش في ما كانش معانا بالكل حتى وقت قدمنا البروجي معناتها وكل شيء كاريمون جينا معناتها السؤال نسالوا فرنسا قبل ما نعملوا اي حاجه جاوبنا مازلنا اما في الدياز خاطر لازم حاجه باش نجموا خاطر القانون الكلي معناتها تحتيا لازم يتبدل ويحل شويه البيبان يعني خاطر لازم يتحلوا البيبان القوانين اليوم معناتها شفنا هما ثلاثه وزر بالاساس يعني مع ثلاثه وزارات وزاره التعليم العالي وزاره الصناعه التجاره والصناعه ولا وزاره النقل معناتها هذوما ثلاثه معناتها وزاره الاختصاص يعني خاطر نحن تخدم او ميم تو معناتها مع معناتها لي ستوديون ولي زونيفرسيتي وزاده معناتها هي معناتها سوسيتي هذاك علاش وزاره الصناعه عندها دخل كبير في الحكي. وزاره النقل لازم تتحرك شويه باش نجمو نحلوا هالريكلمونتاسيون. على كيف حاليا توا هذا محصل على البروجي؟ حاليا اكثر حاجه مثل الحاجه بالريكلمونتاسيون تاع لي زو ال ام ماذا بينا نقدوا ريكلمونتاسيون باهيه باش نجمو ونحن زاد عم برودوي في ساعه ندخلوا في الفورم. حاليا بالوقت الحالي ما نجموش نطيروا. معناها اختراع تونسي جديد طياره تونسيه عامره كل شيء تحت القدوه باش تطير. هذا اذا كان باش نكملوا على نفس المنوال ولكن لازمنا كنا معناتها نخدموا ونصلحوا باش نجموا كي الطياره هذه لافونسيون هذه جيت تتحل وتخدم على العباد الكل في اقرب وقت ممكن. تمشي طياره تمشي طياره ولا تمشي طياره تجيبها لفرنسا شوف نورمالمون تطير. فوالا معناها حاله تونسيه ما تطيرش. الى حد الان حاله تونسيه ما تطيرش. اوكي هذيك الصح. عايش. الطياره هذه البوت نتاعها سي دو ديموكراتيزي l'aéronautique de Tunis. Vu le sous monté à l'eau, ça va être 80 000 dinars, ce sera accessible à une grande partie du peuple tunisien. Donc on va créer la Fédération tunisienne des sports aéronautiques. On va créer la plateforme qui va accueillir ce type d'avion en Tunis, des aéroclubs, des terrains d'envol. Donc احنا نحبوا à travers la طياره هذه permettre au peuple tunisien d'accéder à son rêve, اللي هو piloter un avion. C'est un rêve que tout le monde a fait un jour de piloter un avion. Surtout pour le coût l'apprentissage du pilotage, c'est très élevé en Tunis, aux alentours de 60 000 dinars, 74 000 dinars. Là, le coût du pilotage, l'essence de pilotage, sera dans les 6 000 dinars, voire 7 000 dinars. Donc, le but interne, ce sera la démocratisation de l'aéronautique du Tunis. Donc, on est en stade de prototypage. Dans Inch'Allah 4 mois, on va passer la production en série à une cadence de 15 appareils par an. Donc espérons que ça répond à notre attente. Ou espérons que le projet HEAD aboutit grâce à l'équipe et les cadres
تخدم فيه اللي هما 169 انترفونون نشكرهم sont très motivés pour ça. Donc les calculs sont bien faits par des ingénieurs tunisiens, 100% tunisiens, l'effectif 100% tunisien, l'investissement 100% tunisien. Donc, je vais vous parler de l'Aïra Tunisienne, le Chab Tunisien ou le Touin. Pourquoi est-ce que vous essayez de faire dans l'activité هذه فما une école et base aéronautique déjà في جربة نحبوا نعملوا base aéronautique pour le moment في هرقلة نحبوا نزيدوا base اخرى déjà en cours في سمنجة le nord donc ce sera un réseau de base aéronautique qu'on veut développer في Tunis pour que tout le monde peut accéder au ciel tunisien. Principalement du loisir. Le transport, peut-être, oui. Le fléha. Là, je me trouve à faire les écoles de pilotage. Donc, c'est ça. La photo aussi. Ah oui, les travaux aériens. Topographie, tractage de banderoles. Là, je me trouve un marché touristique. Très important, les statistiques disent qu'il y a 10 000 clients potentiels qui peuvent venir de l'Europe chaque année pour ce type de loisirs. Est-ce que vous avez